يقول ما دام الازرق بالميادين قاوي قاوي اجل تفاصيل القصيد ازهلوها ما دام الازرق بالميادين قاوي اجل تفاصيل القصيد ازهلوها اشقرد الشعار يا سلام واجرح وداوي كذا الشقرديه اليا من بغوها يا سلام والله الله ما دام الازرق بالميادين قاوي اجل تفاصيل القصيد ازهلوها اشقرد الشعار واجرح وداوي كذا الشقرديه اليا من بغوها الله خلقنا للبلاوي بلاوي ما همنا كثر الفرق لذكروها زعيم نصف الارض رمز الهقاوي لا يشغلك بعض الفرق لمدحوها عدد بطولاتك يا الازرق تساوي عدد بطولات الفرق كله عيد ترى الشاعر الهلالي ولا الشاعر النصراوي ولا ايا كان من الانديه العريقه اذا يقصد بناديه ترى ما معناته انه يكره الانديه الثانيه او تقليل بالعكس انا احبه انا كل مباراه يفوز النصر مثلا على الهلال اقول مبروك للنصر وهاردك للزعماء مبروك للزعيم هاردك النصر والاهلي والاتحاد بالنهايه تراها يعني رياضه والواحد يحب صالح جاء سلامتكم صالح جاء ممثل النصر جاء ناصر ناصر